السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بون اليوم إن شاء الله غادي نقدمو في هاد لا فيديو الدرس ديال الالغوريتم. الالغوريتم كنسمعوه بزاف في الديبيو ديال لا فورماسيون ديال ديفلوبمون انفورماتيك ولا الريزو انفورماتيك ولا اي فيليير تتعلق بالانفورماتيك. بون نعرفو سي كوا ان الالغوريتم. ان الالغوريتم تو سامبلومون سي اون سويت لوجيك دوبيراسيون بيرميتون داريفي ا ان ريزولتا ديتيرميني، يعني مجموعه من الخطوات متسلسله المنطقيه باش تنحصلوا على واحد الحل نهائي. الالغوريتم نقدروا نلقاوه في بزاف ديال الميادين بارتو، يعني في ان مود دومبلوا، في لي مات، الفيزيك، في الانفورماتيك هي اللي كتهمنا، في بزاف ديال الميادين. بون الطريقه العامه كتكون هكا، كيكون عندنا ان بروبليم ابري كنديروا اون اناليز ابري كنخرجوا اون سوليسيون. هنا غادي ناخذ واحد المثال باش نفهموا اكثر. غادي ندير اكزامبل دو بروبليم، ناخذ لا كاتيجوري كويزين. مون بروبليم سي فير اون غلاس، هذا هو البروبليم ديالي خصني نحلو. الور خصني ندير اون اناليز. درت لاناليز ديالي، عرفت بلي خاصني هاد لي زانغغيديون اللي غنسميهم حنايا في من دابا القدام دي دوني، اللي هما لو لي سكر شوكولا. ابخي لاناليز ديالي عرفت ان خاصني هاد لي دوني انا غادي نخدم بهم هنايا. ليطاب 1 فير بوير لو لي، ليطاب 2 اجوتي لو شوكولا اي ميلونجي، ايطاب 3 ايطاب 4 ايتترا. المهم عندي انا من بعد هاد لي زيتاب هو لو ريزولتا فينال اللي هو لا غلاس رياليزي، لا غلاس دارت. يعني باش نشرح ان الالغوريتم هو طريقه باش نحل بلو فاسيلمون ان بروبليم. بون حنا اللي كيهمنا ماشي هو هادشي، ولكن اللي كيهمنا هو الالغوريتميك انفورماتيك. الالغوريتميك انفورماتيك هو كيكون على هذا الشكل، هذا لو شيما لو بروبليم ابخي لاناليز، وكنخرجوا بان سوليسيون اللي كتكون هي بروغرام. انا غادي نرجع ان شاء الله نشرح لا نوسيون ديال ان بروغرام. اللي كيميز الالغوريثم انفورماتيك هو عنده ان اوردر سبيسيال، ان شيما سبيسيال، لوكال كنجيو كنكتبوا الفوق قبل من كلشي لو نون دالغوريثم. ابخي كنديروا ديكلاراسيون دي زوبجي كونتور entrée sortie variable constante هادشي كامل غادي نشرحو من بعد. من بعد لا ديكلاراسيون كندير كلمه ديبي. ابري تندير لي انستركسيون ديالي باغ اكزومبل لير اكريغ افكتي، وكنسد مون طراي ب لو مو فان. نديرو ان اكزومبل باش نفهمو اكثر. مون بروبليم سي اكريغ ان الغوريثم كي نو بيرمي دو كالكولي لا سوم دو دو نومبر. كيفاش غادي ندير ليه؟ غادي نتبع هاد لوغدغ سبيسيال اللي هضرنا عليه دابا. كنكتب اون ماجيسكول هاد لو مو الغوريتم، وندير حداه لو نون ديالو نسميه اللي بغيت، ولكن تكون شي حاجه سينيفيكاتيف داكشي اللي خدام عليه انا. مثلا هنايا انا خديت لو مو كالكول. هنايا لا ديكلاراسيون اللي هضرنا عليها كونست كتعني كونستانت، هنايا لو نون دو لا كونستانت، هنايا لا فالور عطيتها لها او ازار ب هي لو نون دو لا كونستانت. مهم هادشي غادي نشرحو من بعد. درت دو بوين ودرت لو تيب ديالها اونتيي، غادي نشرحها تاني من بعد. وحددت واش راها اون دوني دونتري او لا دو سورتي. في المثال ديالنا ديال لا غلاس من قبل لا غوسيت ديال لا غلاس، لي دوني دونتري كانوا هما لي زانغغيديون لو لي لو سكر لو شوكولا، اي لا دوني دو سورتي كانت هي ديك لا غلاس رياليزي، لا غلاس من تصاوبات. هنايا فار يعني كتعني فاريابل، هنا لو نون ديال لا فاريابل سميتو ريزولتا، دو بوين لو تيب ديالها اونتيير، وهنايا راه حددت راها دو سورتي. هادشي غادي نشرحو من بعد. هنا كندير كلمه ديبي، ندير داكشي اللي خصني نديرو هنايا لي انستركسيون بحال هادي كتسمى اون انستركسيون، وبالضبط اون افيكتاسيون. ريزولتا عطيتها هادي كتعني تساوي، يعني ا بلس بي. غادي نشرح هادشي من بعد. ابري تنسد بلو مو فان.
هذا اكزامبل باش نبين الالغوريثم انفورماتيك كيفاش داير. هنايا لو شيما جينيرال كنديرو كما العاده الالغوريثم وماجيسكيل حداها لو نوم دالغوريثم من بعد la déclaration des objets variables constantes et compteurs après le mot début ndir hnaya les opérations diali et après c'est une fin hadart ala